ومهرجان العالمين بيشهد هذا الأسبوع تنوع كبير في فعالياته الفنية، وعشان نكون منصفين هو مش بس هذا الأسبوع ولكن من أول يوم لانطلاقه. مدينة العالمين الجديدة على ميعاد النهاردة، وحفلات قوية جدا وفعاليات مستمرة، فعاليات غنائية متنوعة بتستهدف إرضاء كل الأذواق. يعني هيكون في حفلة لويجز هتقام على مسرح العالمين أرينا، وحفلة شارموفرز اللي هتقام على مسرح العالمين. كل واحد منهم بالتأكيد هيقدم مجموعة مميزة من الأغاني اللي بيحبها الجمهور وبيتفاعل معاها بشكل كبير. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لمدينة العالمين الجديدة وزميلتنا سارة سراج، نعرف منها كواليس واستعدادات الحفلات والأجواء في مدينة العالمين الجديدة. صباح الخير عليك يا سارة. صباح الخير عليك يا يارا، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي اكسترا نيوز. طبعا انا برحب بيكي من منطقه الابراج في مدينه العالمين الجديده، وزي ما انت قلتي فعلا يا يارا، يعني في عدد من الحفلات خلص ولسه هيبدا النهارده. يعني لو هنتكلم على امبارح مثلا، كان في حفله لابو وعمر كمال ودبل زوكش وفرقه الصواريخ. ابو اول ما طلع على المسرح غنى اغنيه عيش يا قلبي، وبعدها غنى اكتر من اغنيه منهم اغنيه 3 دقات، و حد من الجماهير كده هزر معاه وقال له طب فين يسرى، علشان طبعا يسرى هي اللي قدمت معاه الأغنية ديت في الكليب المشهور طبعا ل3 دقائق. بعدها طلع عمر كمال على المسرح وغنى عدد من الأغاني بتاعته، وبدأها بأغنية لخبطيطة، وبعد كده قدم طبعا أغنية لأغنية أنت اخترت لتامر عاشور، وبعدها عدد من الأغاني ميدلي كده لمحمد فؤاد، منهم أغنية سعاد بشتاق وبعض أغاني محمد فؤاد. لأن أنت عارفة يارا برضو أن عمر كمال ناس كتير بتشبه صوته بصوت الفنان الكبير محمد فؤاد من ساعة ما طلع الحقيقة. وبعد كده طلع دابل زوكش وغنوا عدد من أغانيهم، وبعد كده باند الصواريخ. باند الصواريخ كمان عمل لفتة ظريفة جدا امبارح، هو قدم عدد من الهدايا للجمهور اللي كان حاضر الحفلة في مسرح العالمين أرينا، يعني وزعوا نظارات وعدد من الفندات يعني على الجمهور اللي كان مشارك في الحفل الحقيقة. بس النهاردة بقى عندنا حفلة لويجز، طبعا حفلة ويجز هيحضرها عدد كبير من المتوقع من الجماهير، جمهوره كبير جدا ويجز. طبعا ويجز أصلا اسمه الحقيقي أحمد علي، بدأ تعليم أنه تعلم الراب من وهو في ثانوية عامة من حد من صحابه، بعد كده اشترك في أكتر من باند، كان ضمن فرقة باند، وبعد كده كان برضو بيشتغل في شركة خاصة بالاتصالات، وبعد كده طيب ساب كل ده وركز في الراب وعمل عدد من الأغاني. يعني سارة، حفلات شبابية ونجوم ليهم جماهيرية كبيرة جدا، وانت بتلقينلها دلوقتي واضح ان كان في تفاعل سواء مع ابو سواء مع الهدايا والحاجات اللي قلتي عليها. الحضور كان عامل ازاي؟ الجمهور كانت الاجواء ايه؟ الفئات العمرية اكيد الشباب كانوا اعتقد يعني ان هم اكتر، ولكن قولنا الجو اللي كله حماس ده كان ازاي في مدينة العالمين الجديدة؟ الحقيقة الشباب فعلا هم كانوا الأكترية امبارح في حفلة مهرجان العالمين في مسرح الأرينا الخاص بعمر كمال وأبو، وطبعا دبل زوكش والصواريخ. انت عارفة طبعا النوعية دي من الفرق أو التقديم المهرجانات، الفن المهرجانات ليه جمهور كبير من الشباب ومن الأطفال، فكان ده كان موجود امبارح. الشباب بالذات كانوا موجودين بشكل أكبر في حفلة عمر كمال وأبو ودبل زوكش والصواريخ. والنهاردة طبعا مستنيين كمان الحفلة الكبيرة الويجز، وبكرة مستنين شارموفرز، الحفلة اللي هتكون موجودة في مسرح العالمين، حفلة شارموفرز اللي برضو لتاني مرة بيشتركوا هنا في مهرجان العالمين ضمن فعاليات ويقدموا حفلة تانية هنا في مهرجان العالمين. طبعا شارموفرز برضو ليهم نوع معين كده من الفن بيقدموه، لحن مميز خاص بيهم، طريقة غنى معينة، الحقيقة الهارموني بتاعتهم مختلفة خالص عن أي باند تاني، وليهم جمهور كبير الحقيقة، وبرضو من الشباب أكتر جمهورهم برضو. سارة، يمكن الأسبوع ده مختلف وعايزين نتكلم أكتر بالتأكيد عن الأجواء عندك، بس اسمحي لي نروح للأستاذ محمد عدوي الناقد الفني ورئيس تحرير أخبار النجوم. أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك في هذا الصباح. صباح الخير يا رب. صباح الخير سارة.
اهلا بحضرتك. بترصد ازاي الاختلاف اللي موجود في مهرجان العالمين خلال هذا الاسبوع؟ يمكن بنقول ان هو بيقدم الفن كل انواع الفن، ولكن في جرعه مكثفه موجهه للشباب، موجهه لالوان معينه من الفن بعد ما تم ارضاء كل الاذواق. حضرتك شايف التسلسل ده ازاي؟ هو الحقيقة يعني من دي وان المهرجان واخد على عاتقه التنوع، التنوع الحقيقي في كل حاجة، بداية من الأجواء الرياضية حتى الأجواء الفنية المبهرة اللي احنا بنشوفها طول الوقت، وتحديدا في الحفلات الغنائية في تنوع كبير جدا، بنشوف كبار النجوم، بنشوف أسماء كبيرة زي محمد منير وليسا وغيرها من الأسماء، وبنوصل لغاية ويجز. ده تنوع بيرضي كل الأذواق، تنوع مطلوب ومهم جدا، وده يعني المعنى الحقيقي انك انت تلبي احتياجات الجمهور اللي جاي متعطش لجرعة فنية مختلفة وقدر على إسعاده. يعني اظن ان المهرجان نجح في استقطاب كل الفئات العمرية، وحتى احنا وصلنا لعشاق الراب والتراب، ودول كتير جدا، ودول موجودين حقيقي، ودول اللي بيتوجه لهم المهرجان خلال الاسبوع ده من خلال اعمال من خلال حفلات زي ابو زي ويجز، واظن دول هيجدوا متعة حقيقية من خلال الفن اللي هم بيحبوه او المطرب اللي بيحبوه، وده شيء حسن جدا، وده اعتقد ان المهرجان نجح في انه يستقطب الجماهير بكل فئاتها، وده الغرض الاساسي من المهرجان، الانترتينمنت او المتعة الحقيقية اللي بتروح لكل الناس. صحيح. يعني أستاذ محمد، إزاي بتشوف أنه مدينة العالمين الجديدة، يمكن بعد الجهود اللي بتقوم بها الدولة إحنا كسبنا مدينة فعلا مليونية، مدينة من مدن الجيل الرابع، ولكن هذا الشق أيضا بنشوف فيه ما يتعلق بفن صناعة المهرجانات وسياحة المهرجانات، إزاي ده هيكون ليه تأثير على هذا النوع من المهرجانات والحفلات الفنية والفعاليات في الفترة القادمة بعد انتهاء النسخة الأولى من مهرجان العالمين، واللي بنتمنى طبعا أنه هو ما ينتهيش لأنه خالق حالة صيفية مختلفة واصل صداها لكل دول العالم. لو انت لاحظتي من بدايه او من دي وان برضو كان تم الاعلان عن ان المهرجان هيخلص يوم 26. صحيح. مش عايزه المهرجان يخلص. دي حقيقه، يعني الناس اظن صناع المهرجان بيلاقوا طلب كبير جدا باستمرار المهرجان طول ايام الصيف وربما بعد كده، وده اللي خلاهم يفتحوا شويه يعني الايام اللي بتبقى لغايه 1 سبتمبر او بعد ده، ويا ريت يستمر لغايه نهايه الصيف. يعني العالمين اصبحت عاصمه ترفيه حقيقيه لكل الوطن العربي مش بس مصر، العالمين استقطبت كل نجوم العالم العربي والاجنبي كمان، يعني احنا شفنا حفلات مختلفه، شفنا عروض ازياء لكبار المصممين، شفنا بطولات رياضيه كبيره جدا، شفنا حاجات مبهره جدا، شفنا فعاليات طيران مختلفه، شفنا اشياء كبيره جدا بتؤكد ان مصر حقيقي كبيره، بتأكد ان العالمين عاصمه ترفيه حقيقيه، بتأكد ان احنا يعني على الطريق الصحيح. اظن النسخه الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله هتكرس لفكره عاصمه الترفيه اكتر، هتعدي فكره المليون متابع، اظن ان احنا عديناهم السنه دي. اظن صحيح. ان الايام اللي جايه خير، وده كله نتيجه يعني سياسه قياده سياسيه حكيمه بتعمل ده بشكل مختلف. يعني اسمح لي اسال حضرتك من خبرتك استاذ محمد، اللي احنا شايفينه دلوقتي في مهرجان العالمين في نسخته الاولى مؤشر لايه؟ لو هنقول النسخه الثانيه لما تكون موجوده ازاي الموضوع هيكون اقوى من كده، رغم ان احنا منبهرين باللي بيحصل دلوقتي وجميع الزائرين منبهرين بهذا التنوع والتنظيم. اظن ان العقل المصري او الفكر المصري لا يتوقف، كل شويه هتلاقي حاجه تبهرك. احنا يعني العالمين كمهرجان بيطور من نفسه بشكل مستمر، وده يحسب للقائمين عليه الحقيقه، يحسب للمتحده انها بترعى مهرجان كبير زي ده، وقادره على انها حد فينا سمع ان في اي مشكله حصلت خلال الشهر ونص اللي فاتوا؟ ولا مشكله حصلت، وده يحسب للمنظمين على المهرجان ان احنا بنقدم فعاليه حقيقيه يعني مبهره، فعاليه حقيقي جاذبه لكل الناس ومنظمه. صحيح. أستاذ محمد هستأذنك، هننتقل لزميلتي سارة سراج من مدينة العالمين الجديدة وعندها سؤال لحضرتك. سارة اتفضلي.
استاذ محمد برحب بيك. انا ساره من مدينه العالمين الجديده، وعايزه اسال حضرتك تحديدا كناقد فني. صباح الخير على حضرتك. عايزه اسال حضرتك عن كناقد فني طبعا من ناحية الفنيه، عن وجود بانز او فرق زي صواريخ ودبل زوكش جنبا الى جنب في نفس المكان اللي عرض فيه او قدم فيه حفله غنائيه، مثلا راغب علامه، نانسي عجرم، تامر حسني وغيرهم من الفنانين، طبعا الموسيقار عمر خيرك. حضرتك بتشوف ده ازاي، التنوع الكبير ده ازاي، والجمهور اللي حاضر وشكل مهرجان العالمين؟ الفرايتي ده هو اللي بينجح اي حاجه. التنوع ده هو اللي بيؤكد على فكره يعني عدم التصنيف وعدم يعني التوجه لاطار واحد. احنا اكتر من جمهور، مش مفيش حاجه اسمها جمهور واحد. احنا عندنا شباب حابب ويجز وحابب الصواريخ وحابب الفرق الكتير دي، وده لازم نحترمهم، لازم نحترم فيهم رغبتهم في انهم يسمعوا ده بشكل او باخر. الناس دي بتقدم فن ربما انت تختلف عنه، لكن هم بيحبوه، وده مطلب جماهيري، وده اظن ان الاداره او القائمين على المهرجان لبوه. واظن انا شفت ويجز مثلا في اماكن تانية حاجه مبهره جدا، واظن هيعمل حفله عظيمه جدا في العالمين لانها مناسبه جدا لحفل كبير او للمطرب عنده الشعبيه دي الحقيقه. نعم، أنا بشكر حضرتك. أكيد. شكرا أكيد جزيلا أستاذ محمد عدوي الناقد الفني ورئيس تحرير أخبار النجوم. ولكن هنعرف تفاصيل أكتر لسه معانا زميلتي سارة سراج من مدينة العالمين الجديدة. يا سارة إحنا متحمسين قوي، وزي ما بتعملي دايما وتنقل لنا الصورة، الشوارع، الأجواء، الممشى، عايزين نعرف منك أكتر. والله يا يارا، يعني تعرف طبعا عطلة نهاية الأسبوع هنا بتبقى مختلفة جدا، بيبقى فيها زحام، بيبقى فيها أسر مصرية بشكل كبير جدا بتحضر. الممشى السياحي من الساعة مثلا 4 أو 5 العصر المغرب بيبقى فيها ناس بشكل كبير جدا من مصر ومن مختلف الدول العربية بالذات الحقيقة، موجودين ومستمتعين جدا بالأجواء هنا وبالشواطئ المختلفة. الجو هنا حلو قوي، يمكن الرطوبة قلت بشكل كبير جدا، الجو بقى فعلا حقيقي جميل. الناس تقدر تستمتع بالبحر وبالجو هنا بشكل كبير جدا. بحر العالمين مختلف، ميته زرقاء او تركواز كده، فالحقيقه جذابه جدا. يعني امبارح انا عديت كده على الممشى السياحي وقعدت اتفرج وشفت الناس مستمتعه قد ايه، وقاعدين على عند الممشى السياحي بياكلوا وبيشربوا ومستمتعين قوي بالمكان. غير طبعا اجواء الحفلات اللي الناس برضو لما ما قدرتش تدخلها بيتفرجوا عليها من خلال شاشات عرض موجوده عند الاو مول، طبعا عند الممشى السياحي. يارا كمان عايزه اكلمك عن ويجز اللي اعلن على صفحته الرسميه وقال متحمس نختم سوا مهرجان العالمين، منتظركم. وشارموفرز عمل نفس الكلام واعلنوا على الصفحه الرسميه بتاعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه انستغرام ان هم مستنيين جمهورهم المختلف عشان يحضروا حفلهم. يعني حفله ويجز طبعا بتبدا من 200 جنيه او تحديدا من 300 جنيه، وفي فئات مثلا 400 جنيه و650 جنيه 700 جنيه. يعني اعتقد فتحه بابها لكل الناس ان هي تيجي وتحضر الحفله الخاصه بويجز اللي ليه الحقيقه جمهور من مختلف الدول العربيه، جمهور كبير قدر في فتره قصيره صحيح. جدا ان هو يقدم فن مميز، راب مميز، يقدم كلمات مختلفه، يقدم مواضيع مختلفه. نفس الحال بالنسبه لشارموفرز برضو الباند اللي ليه لون مختلف جدا، والناس الاجواء بتاعه حفلاتهم بتبقى حماسيه جدا. فاحنا مستنيين اليومين دول حفلتين الحقيقه كبار، يعني النهارده وبكره، فاي حد يقدر يجي للعالمين ويستمتع بالفعاليات، يعني حضر دلوقتي نفسه ويطلع على العالمين، واحنا مستنيينه هنا ونستمتع بعض بفعاليات مهرجان العالمين. عم ساره انا بضم صوتي لصوتك فعلا، وبدعو كل الناس انها تروح مدينه العالمين الجديده وتستمتع بالجو، بالمزيكا، بالحفلات، بالفعاليات، بجمال المدينه. انا بشكرك على نقل الصوره زميلتي ساره سراج من مدينه العالمين الجديده.